جوك طالع. بيكون توبلي يا مساء الخير، كيف حالكم؟ طيب خليني اوريكم هنا شوية اشياء جابت لي هي روبا. شوفوا مرة كيوت، اشياء جابت لي هي من بريطانيا، للأسف ما احسها راكبة مع التياب هدول. انا ناوي البس هذا اليوم ان شاء الله. اهم شيء يا جماعة الستاند في سيارة عبد الرحمن، ماني عارفة اصور من دون الستاند حقي حق الكاميرا، عشان كده كل التصوير بيدي. المهم فشوفوا، بما انه اتوقع ايستر حاليا فكله بيضات شوكليت مرة كيوت. شوفوا هذه تجنن، هذه الشوكليت اللي صورت لكم هي جبتها من بريطانيا، مرة لذيذة. حبيت اللون الفوشي لانه فيه البسكوت وفيه له كراميل، مرة كانت خطيرة. كيف تعرفوا الشوكليت اللي تستمتعوا وانتم بتاكلوها؟ وموجودة عندنا في التميمي. المهم فشوفوا كده كيوت صغار، بس لما دقت الفوشية لونها ابيض، ما هي نفس الكبيره. جابت لي هذا، اوكي هذا كفر الجوال اللي صورت لكم، هو نفسه اشتريته ربا لما كنا في بريطانيا، وكده لفيته كده يتلبس كانه كروس بادي عشان جوالكم ما ينسرق. هذه البراند مره حلوه وزي كده، فقلت لها تجيب لي بما اني اشتريت جوال جديد كبير كده ماكس غير عن اللي كنت في بريطانيا. انيويز يا جماعه شوفوا ايش فيه له ربطه، حتقولوا فيه في شي ان زيه، بس معلي هذه الاشياء انا ما راح اخاطر بجوالي واشتري حاجه من شي ان ممكن انها تنكسر، يجرها مني اللي بيسرقني وتنكسر، مو مستاهل اشتري نوع كويس وشويه اغلى. المهم فشوفوا ايش زي كده بربطه، مره حلو ما شاء الله رائع. المهم تخيلوا اشتريته وعلى اساس ان نحن نسافر، يعني هذه من الاشياء اللي جابت لي كآبة اليومين هذه إننا كنسلنا السفرية. تخيلوا من شهر نحن بنخطط وزي كده، خاصة على أساس 3 العيد إن شاء الله حجزنا التيكت رايحين إيطاليا. قبل تقريبا 3 أيام عبد الرحمن افتكر إن هو ما عمل الفيزا الشنغن، ما عمل الشنغن حقت إيطاليا، خلاص راح وقدم عليها وكل حاجة، طلع إنه ما في تبصيم إيطاليا في الشرقية، في بس في الرياض وفي في جدة. قلنا مو مشكلة لما نوصل إن شاء الله جدة يوم الأحد نروح ونبصم. يوم الأحد أتوقع حيكون 21 رمضان، اتصل عليهم قالوا له مستحيل إنها حتخرج لك الشنغن، خلاص الناس مقفلين للعيد وإنت حتسافر 3 العيد لسه حيكونوا ما رجعوا من الإجازة. تخيلوا كنسلنا، كنسلت التيكت. خلاص الحمد لله خيرة الحمد لله، يعني الحمد لله شهر وأنا بخطط لدي الرحلة اتكنسلت في يومين. شوفوا آخر حاجة طلبت روبا تجيب لي، هو نفس الشكل اللي عندي بس هادي ما فيها مقبض كده، مرة حلوة بصراحة كانت عجبتني الأكبر، بس يعني حيكون مرة مساحة على روبا وحوسة وزي كده. خلاص هادي صغيرة كتكوتة، تكون كتكوتة مع اللي عندي اللي من محل الفينتج في كارديف. شوف سو كيوت جنن. فتخيلوا يعني عبد الرحمن سب لي كل حاجة علي، قال لي انت روحي احجزي التيكت، الطيران، دوري فنادق، احجزي الفعاليات. حجزت تيكتات الكوليسيوم تخيلوا في روم، ويعني كنت قاعدة احجز الفنادق ودي الاشياء، ما اعرف كيف راح من بالي وراح من باله انه في فيزا شنغن لازم تنعمل. لا تسألوني كيف راحت من بالنا. الحمد لله خلاص خيرة. المهم يا جماعة خلوني أوريكم هذه التوبين اللي طلبتهم من ترينديول ووصلوني على جدة. تخيلوا طلبتهم ما شاء الله وصلوا مرة بسرعة، شوفوا براند ترينديول ترى يوصل بسرعة ما شاء الله على طول يشحنوه. فشوفوا التوب رائع، أنا أمس لبست اللي عليه سمكات، مرة حلو مرة خفيف كده، وفيله من هنا فتحة، ترى من هنا فتحة ومن هنا فتحة. تخيلوا هذا ما حتنصدموا من سعره، هذا أتوقع 13 ريال وهذا 12 ريال، حاجة زي كده، أقل من 20 ريال، أقل من 15 ريال. لما أنتوا تفتحوا ترينديول، يعني سديم فتحت تبي تشتري، مرة عجبها، سديم بتقول لي الأسعار ما هي اللي بتقولي عليها، قلت لها أولاً في تخفيضات العيد حطيها في الكارت، ثاني حاجة الأسعار عندها متغيرة في الموقع، يعني ممكن أنت حتفتحي اليوم حتلاقيه 99، حتفتحي الرابط حقي بكرة حتلاقيه 69، زي كده. ثالث حاجة حطوا عجلة الحظ، وطبعاً ما تنسوا كود خصمي. هذه الأربع أشياء أعملوها، أدخلوا كل يوم عجلة الحظ، حطوا كود الخصم وزي كده. بنات رائع رائع رائع، يعني فجأة كده وأنا قاعدة مع روبا بقول لها مرة فكرة حلوة لو جبتها توزيعات،
أنا ليش ما فكرت أعملها توزيعات للعيد لخالاتي بنات خالاتي؟ مرة حلو يستفيدوا منه ويلبسوه، ومرة حينبسطوا أنا متأكدة. يعني هذا هو دوغن، كنا طبقمنا كلنا كده نفس الشكل، مرة كان يجي جنن. وهذا نسخة السمكة حقتي، نسخته بالضبط أخوه بس اللون الثاني، مرة حلوين يجننوا. وبس والله يا جماعة، وبس الشنط طبعا لسه قاعدة في الأرض بأرتب شوية شوية. فاليوم فعالياتنا إن شاء الله إننا رايحين نفطر عند أهل عبد الرحمن إن شاء الله، وبعدها على بعد التراويح إن شاء الله هروح عند صحبتي. وبس يعني فعاليات في جدة. شوفوا الكياتة، يعني ربع حافظة إيش البنات يحبوا. شوفوا مرة كتكوت الأشياء هذه كلها من بريمارك، ترى يجننوا مرة يعني. لو أقول لكم قدي إيش سلاسلهم تجنن وعايشة، والبنات بيلبسوها يعني من جد أكتر من أي حاجة تانية، أكتر من المواقع التانية لما تشتروا حاجة مرة رخيصة وزي كذا، لا حقتهم من جد تحسوها بتعيش. فمرة كتكوتة للعيد بكال وأشياء كتكوتة، يعني أحس من دون الستاند حق الكاميرا ماني قادرة أعيش. شكلي حشتري واحد وأحطه هنا، لأني تعبت. تعرفوا أنا كل من يجي جدة أجيب الستاند معايا وأرجعه في الطيارة وزي كذا، فإن شاء الله ضروري أشتري ستاند أو حاجة أخليه هنا، ولما أرجع الشرقية أشتري واحد تاني. يلا منطلقين. لبست هذا التوب اللي من ترينديول، مرة حلو. هاي ملاهي الموية. ترى وريني خاتمك أشوف. الله مرة كيوت. من جاب لك خاتم؟ من جاب لك خاتم توتو؟ هسومي جاب لك خاتم؟ بابا عنود. شوف خاتمك. نو بليز ما ده. الله يخليك. نو ما تبي توريني خاتم؟ لا خلاص اوكي. يا اهلا وسهلا من ثالث يوم هنا بجدة. شوفوا يا جماعة، امس رحنا فطرنا عند ام عبد الرحمن، وبعدها رحت عند صاحبتي. يعني مرة كان يوم حافل، حتى ما صورت فيه حاجة في سناب شات وانستغرام. المهم شوفوا صحون ماما وصلت، شوفوا كيف رائعة صحون حلا، مرة عجبتني. طلبت لها هي كده ناكل فيها دحين وناكل في العيد، يعني دائما ماما صحون الحلا بصراحة عندها ناقصة، فحسيت مرة تحتاج. فهذه الصحون طلبت لها هي من ترينديول، مرة سعرها يجنن. ماما عجبتها مرة التياب اللي أنا قاعدة ألبسها، فطلبت لها برضو منها كل الألوان. شوفوا كم سعر الصحون، 6 صحون ب33 ريال. خلينا أوريكم إيش طلبت. طلبت لماما هذا الكوت، طلبت لها هذا الكوت، طلبت لها هذا نفس التياب اللي عندي، وهذا الكوت نفس الكوت حقي، لأنه ماما إن شاء الله مسافرة على نص شعبان. يعني أحس نفسي مرة ندمت إني ما جبت لها أكواب الشاهي كمان، فكان وصلت مع بعض واستفدنا منها. شوفوا رائع، وتخيلوا مكتوب عليه مدام كوكو، طلع براند مدام كوكو يا جماعة، ما كان مكتوب في الموقع بس مرة حلو. أنا مرة أحب مدام كوكو قبل ما يكفل هنا عندنا هنا. خوريكم توب اليوم، مرة حلو، نفس أبو سمكات بالضبط بس اللون الثاني يجنن. ماما مرة عجبها، فشوفوا كيف يعني الكم كده، يعني تحسوا ماسك كده نفسه. قاعدة أحلل تياب ترينديول الفترة دي، مرة ما شاء الله حلوة، وطبعا فيها فتحة من الجنب فماني قادرة أتحرك، خايفة تبان الفتحة، فتحة كده علينا الركبة تقريبا، مرة حلوة. شوفوا طبق اليوم كده تورتية، وكده فيها طبقة دجاج مفروم أو لحم، بعدين كده تقطعوه حلزوني وتحطوه، بعدين حنعمل تحتها صوص لبن. شوفوا هذا اللي زاد، حنحمي بكرة إن شاء الله. وبس هنا عملت أخيرا من زمان، بداية رمضان أنا نفسي أعمل هذا الحلا، حلا كده الأصابع الجوان اللي فيه التمر، مرة نفسي أسويه، خاصة اليوم سويته، لأنه هذا الرقاق أنا عادة ما أشتري أبدا. شوفوا يا جماعة كل تفك، ما بتقولي تحطي له غرف.
تشجعني. انا ما اعرف، انا ترى ما اعمل سمبوسه، سمبوسه كذا بدأ الشيء ما اسوي كذا شكل حلو صح مره جنن. شوفوا كيف المصانع كلها فكت. تعال نشوف اطباق اليوم. طب شوف كيف مره كيوت، حاطين دبس رمان ورمان، وهذه الفتة، فتة البطاطا الحرة مرة لذيذة. أول مرة أسوي فتة بطاطا حرة، بس شكلها خطير. أعشق الفتات، بس في نفس الوقت ما أحب الباذنجان، فهذه من دون باذنجان. كده السفرة اليوم منعشة. عبد الرحمن إن شاء الله اليوم حيجي يفطر معانا، كلها ليمونات وكيوت. فرموز المقرمشة، اوكي بس نوريكم القرمشة. يعني الفرموز المقرمشة دي طبعا مو زي اللي بيعوها في المحلات، شوفوا كيف ماما بنفسها تعمل خبز طبقات. شوفوا شوفوا رائعة رائعة، يعني هذه من ألذ الأشياء، يعني بالنسبة لي دي ممكن من ألذ الأكلات البخارية. شوفوا ما شاء الله. فوق أصابع على الجبن، هذه من اللي الحمد لله إنهم مرتبين شوية ما فكوا، بس مرة لذيذ مع التمر رائع. حالياً وقت إيش؟ وقت القهوة، وأبقى أقعد على اللابتوب أعدل لكم على الفلوج، لأنه بصراحة يعني قاعدة أدلع من فترة طويلة وما عدلت ولا على حاجة، فأبقى أشوف قد إيش عندي مقطع طوله يعني وزي كده عشان أنزل لكم هو. يلا باي. يومي شوف سادة سديم تقول مرة لذيذ، براونيز وكوكيز حق بارنز. شوفوا الباكجينج الجديد حق رمضان، سو كيوت. خلينا نجرب البراونيز. واو فجي مو ناشف مرة لذيذ. حتى الكوكي لذيذ. جماعة شوف السليم قاعدة تعمل لنا فروت كاندي كذا، سكر تغمسوا فيه. شوفوا هنا جهزت كذا مية حارة عشان على طول تغمسوا فيه. قصدي نرجع نعيد التصوير، قصدي مية باردة طبعا من التلج، واضح هنا مية باردة. شوفوا هنا في سيرب، هذه كيف كمية السكر والمية؟ تقول كمية السكر دبل الموية، اوكي؟ يعني إذا حطيتوا كوبين سكر حطوا كوب موية. المهم فتقول تخلوه كده، تخيلوا يمكن حاليا له 20 دقيقة مستوعبين على نار مرة واطية. مرة لذيذ خطير. فروت كاندي يلا خد. أبغى توكبيرة مو هذا واحد.
أبي بس دبلي. ما لمتني. يلا خذوا هشومي. هو مرة كبيرة. هشومي هشومي ايش قاعد تسوي؟ ما شاء الله. ايش لابسين انت؟ ايش لابسين؟ ايش لابسه العرب؟ دبة. لابسه دبة؟ ايوه. توتو انت ايش لابسه توتو؟ تعالي اشوفك كده على الشمس. الله ايش لابسه؟ كفتان؟ لا لا كفتان دبة. مرة حلو كفتان. انا بروح ادور لي كفتان كمان. اشوف توتو اشوف كفتانك. هاي بوبو. هاي بوبو. هاي توتو. شوفوا يا جماعة خلوني أوريكم أم عبد الرحمن إيش عنده. طيب يعني هذا ما تلاقوا زيه دحين. ورف الله حلو. شوفوا فينتج هذا الطقم. شوفوا إيش كذا الصحن ده حق الدبش حقه. تخيلوا مرة ما شاء الله يجنن. شوفوا يلا يلا شوفوا مرة ما شاء الله كيوت. تحسوا فينتج وطبعا ما هو من هنا. شوفوا مكتوب انه هونغ كونغ. تخيلوا من اليابان. مرة مرة رائع. شوفوا هذا كذا كبايات الشاهي. شوفوا ما شاء الله رائعة رائعة. تخيلوا تقولي انها ما قد اكلت وشربت فيها. شوفوا في ده كمان الصحون يعني الطقم كامل. هذا الصحون الكبيرة حقت الشوربة. شوفوا شوفوا مرة ما شاء الله تجنن. قاعدة أقول عبد الرحمن أسرق لي صحنين ما حد داري. صحنين مرة حلو ما شاء الله. شوف هذا حلو كذا للحلا. وبس فإن شاء الله قلت لها فطور العيد السنة الجاية إن شاء الله نفطر فيه. شوفوا مرة ما شاء الله الأشياء تجنن. يعني هذه الأشياء اللي تلاقوها في الفينتج ستورز دايما. شوفوا هنا هونغ كونغ. شوفوا رائع رائع ما شاء الله تبارك الله مرة حلو. خليني أوريكم شيء ثاني كمان في هذا. جاهم هدية تقول لي ده مطلي. يعني مو مطلي هذا ذهب حقيقي. جاهم هدية من الصين. شوفوا شوفوا كيف ما شاء الله رائع رائع. تقول ذهب حقيقي وبس كده. يعني من الأشياء لزينة يعني فقط. شوفوا الحياة. بنيوفي باي عملته منال أخت عبد الرحمن. هنا في ده عملته ماما فايزة كده أوريو. مرة لذيذ شكله. مرة لذيذ. أنا عن نفسي أعشق الحلويات اللي كده فيها كريمة وبسكوت. سو جود. شوفوا خاتة. واي أنت إيش اسمك؟ إيش اسمك؟ شوف الخاتم. شوف يا عمري تديني خاتم. شكرا. يلا اخذ تشك. خليني امسك لك اسمك. لا لا عجبتك بوسيها. لا لا ما هو باين وجهه. كيف رحنا؟ شوفوا جينا. يلا نشتري حلويات العيد. شوفوا ايش اسمه ماما ده المحل؟ ما ادري ايش اسمه. بوكشه. هشومي يلا ايش نتفرج. يلا ناخذ اخذ سلايم. سلايم اسوأ شيء في الحياه. شوفوا صوت الطيار المزعج. المهم يا جماعة شوفوا الفل حق ماما. خلاص اشترينا الأغراض ورجعنا البيت. زرعات ماما مرة حلوة. وجهنمية. أنا مرة أعشق الجهنميات. شوفوا أنا مرة حلوين كمان. يا اهلا وسهلا كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين. طيب يا جماعه هذه الاشياء اللي اشتريتها امس. شويه حلويات بس وبلايدو صلصال عشان يلعبوا في الاطفال. بلاش سلايم وهذه الاشياء.
خليني أوريكم إيش طلبت كمان. طبعاً يعني توزيعات الكبار خلص حرفياً فقدت الأمل إنها توصل، يعني هي دي اللي وصلت اللي ورا بس الكم حبة. أحس ما بوزعها لأنها مرة قليلة بالنسبة ليهم، ماني عارفة إيش حاسوي بصراحة. تخيلوا بس هذه هي اللي وصلت، الشحنة الكبيرة اللي فيها 20 حبة ما وصلت. خلوني أوريكم على السريع إيش طلبت. طلبت هذه الأكياس، شوفوا مرة كتكوتة عادية سادة ما فيها أي حاجة، يعني خلاص حبيتها تكون كيس هذه السنة، ما هي من دي البوكسات اللي مكتوب عليها وكذا خلاص تغيير. هذه أخذتها للأولاد، هذه أخذتها للبنات كذا تجي كم لون موردة شوية. شوفوا جاء معاها ستيكر مكتوب عليه ثانك يو، حلوة للبيرثدي. أوكي صح نسيت أقول لكم الطلبية هذه من موقع تيمو. أوكي شوفوا كمان طلبت هذه، تيجي كده زي الصفيرات يعني الإزعاج، بس خلص الأطفال كلهم يحبوها أصلا، لالي وتالي فتحوها وقاعدوا يصفروا بيها مرة يعني انبسطوا عليها. فشوفوا تيجي مرة كتيرة كده مع بعض وسعرها مرة رخيص. طبعا أشياء البنات دائما تجنن، شوفوا مرة كيوت السلاسل مرة حلوة، تيجي كده مجموعة مع بعض، تيجي السلسلة إسورة وخاتم كم واحد كده، برضو سعرها مرة حلو. كمان طلبت هذه، شوفوا كيوت السيارة كده المفروض إنها تتحرك. دقيقة أوريكم، شوفوا ألوان مرة كتير سعرها برضو يجنن. عجبني إنهم كده عندهم أشياء خاص للحفلات، تيجي كده باكج كامل. طبعا هذه السنة ما فيها قصقصة، اشتريت هذه الاستيكرات جاهزة، شوفوا عيد مبارك، واشتريت ألصقها على ده مشرشر كده على شكل وردة، خلاص يصير بس من هنا أعلقه. شوفوا مرة حلو برضو، شفتوا كيف السنين اللي فاتت كنت أنا بنفسي أقص وكده بالقطاعة، بس خلاص هذه جاهزة. كمان أخذت هذه، شوفوا مرة حلوة تفيدني تغلي في هدايا أي حاجة تحطوها على الشريطة تطلع شكلها مرة أنيق. طلبت هذه أنا طلبتها عشان أغلف العلب، أهم علب اللي ما وصلت. شوفوا هنا في كم عندنا هنا 4 5 6 7، فشوفوا هي تجي كده، هذه المفروض توزيعات السنة دي كده. مرة أحب هذه الأشياء، شوفوا كيف الأناقة مرة حلوة، أخ مقهورة. أحس نفسي مرة زعلانة يعني، لأنه ليش ما وصلت الشحنة الثانية؟ يعني بصراحة قصة مرة طويلة، وما أعرف يعني كده حتطفشوا وأنا بحكيكم. فمرة حبيتها كده تكون توزيعات تجنن، حتى كنت طلبت كم حبة؟ تقريبا 28 حبة، قلت لقريباتي وبرضو أهل عبد الرحمن. مرة حلوة، بس ما أعرف حاليا ما عندي غير 7، وفي كمان 2 9 بس، مرة قليل يعني. بس مرة أنيقة، وبصراحة هذه من الأشياء اللي أنا مرة أستفيد منها في السفر، في تعرفوا كيف جدة الدمام، الدمام جدة مرة مفيدة الإكسسواراتي حلو. فحاشوف كيف حأفكر دحين ألين الفطور كيف حأوزعها بالضبط. طبعا كان في بعضها كاستمايزد، تجيكم مكتوب عليها، تقدروا تكتبوا عليها مثلا اسمهم. طبعا أبدا أنا عارفة إن الكاستمايز مستحيل توصل، فطلبت هذه على طول، وزي ما قلت لكم الشحنة الثانية ما وصلت، تجنن. وفي طبعا الوان مره كتير، اذا تبغوا كمان قطيفه بس. فخلاص بقال ان شاء الله بعد الفطور ابدا اجهزها عشان انزل لكم الفلوج، بعدل على اخر بارت كده وانزله اليوم ان شاء الله الليل، خلاص ما في وقت. بكره 29 رمضان، بعده 30 رمضان، ابدا ما في وقت. يا اهلا وسهلا، طيب رجعت لكم بعد الفطور، الحمد لله خلصت فطرنا وحلينا وكل حاجه. فيلا حبدأ دحين هذه كلها الأشياء أحطها في الأكياس، وأشوف الأطفال كده كم من ناسي أنا كم عددهم، فدحين حنشوف كم ولد وكم بنت، وأحط لهم هذه الإكسسوارات الكتكوتة وخلاص. هذه حقت الكبار، أنا خلاص فكرت حديها 3 خالاتي، عمتي، والبنات المتزوجات فقط. البنات الغير متزوجات يعني نعتذر منكم، ماني عارفة من جد يعني مرة كده أحس بصراحة، أحس مرة زعلانة إنه ما وصلت الشحنة. إن شاء الله السنة الجاية من بدري حبدأ أجهز، ممكن من شعبان حتى،
بس هذه السنة كي تعرف اللي ما جهزت إلا متأخر، وحرفيا يا بنات من يوم ما تكنسلت السفرية حقتنا خلاص أنا تعرفوا كده شعور الاكتئاب جاني مصغر، اللي ما لي خلق أسوي ولا أعمل ولا شيء حتى العيد كده، نفسي ما عيد. لا تسألوني ليش، خلاص أنا كده صنقرت على قولتهم. فهو أنا المفروض كان إني أعيد يومين العيد وأحمشي. الحمد لله خيرة. يعني أنا حاولت إني أنا ما أجيب مرة حلويات كتير، فبس هذه حلاوة، هذه حلاوة جيلي كده مرة يحبوها الجزورة. حبيت أجيب كيكة، طبعا أنا ما ركزت في البراندات إلا لما جبته البيت، يعني حرفيا ما جا في بالي. رينجو، أنا أعشق رينجو. هحط لهم بسكوتة، حط لهم كده بلايدو. بلايدو هحطه للأطفال الصغار، فيبالي أقسمه البنات اللي فوق 5 سنين والبنات اللي تحت 5 سنين زي كده. وما شاء الله يعني بستوعب إن بنات العيلة خلاص بدأوا يكبروا، يعني يصير عمرهم على 10 سنين وكذا، فما ينفع كمان تقعدوا تحطوا لهم بساكيت وصفيرة. فتعرفوا الموضوع صار أحس فيه كده، يعني صار فيه ضغط الموضوع، يعني ما حيعجبهم أي حاجة. بس أنا متأكدة إن شاء الله إن حيعجبهم الأساور هذه اللي جبتها، هذه مركة كوتا أحسها حلوة مرة. المهم يلا نبدأ. أول حاجة حسويها هأشوف أسماءهم وبعدها حرجع لكم. شوفوا حطيت خلاص هنا للأولاد الصغار سيارة، صفيرة، بلايدو، حلاوة، بسكوتة. كيوت. هنا مغلفة. كده غلفته خلاص سو كيوت. بعدين حاجيب الخرامة أخرمه من هنا وخلاص هحط له الشريطة كده. نسيت الفلوس. هشوف فين الفلوس حقتنا، نتصل للبنك نشوف فين الفلوس حقتنا. شوفوا هذه اكسسوارات البنات، خاتم، اسورة، سلسلة، مرة حلوة تجنن. دحين على الصيف كمان مرة حيلبسوها كتير احس. بس حلو كده. حط لهم هي، حط لهم خلاص الشوكولاتات ولا فلوس مرة كتكوتة. خلاص يصير هذا كيس البنات الكبار، ما رح حط لهم صفيرة، بلايدو، سيارة. بس البنك يتصل. شوفوا خلاص خلصت الحمد لله. يعني ان شاء الله بس ما اكون نسيت اسم معين من الاطفال. خلاص الاطفال الكبار الصغار الاولاد الهذا ما هم مره كتار بصورة عائلتنا. حطيت لهم الفلوس وكل حاجة الحمد لله، ما بقي حاجة. هنا جهزت اللابتوب، ابغى اعدل على الفلوج بسرعة وانزل لكم هو اليوم او بكرة. وهنا في شايفين خلاص هذه الاشياء دحين هغلفها، اوريكم كيف هغلفهم. طيب شوفوا ما شاء الله يعني الأطفال عاملين غلبة. طيب هاخد هذه الشريطة كتكوتة. شوفوا الشريطة كتكوتة كده، شوفوا كيوت. خلاص حط عليها الورقة الحين وريكم. هروح وارجع لكم. يا أهلا وسهلا، رجعت لكم يا جماعة. فشوفوا خلاص غلفتها كلها كده. المهم فخلاص هذه كلها 9 حبات هي دي اللي عندي. يعني شوفوا الكتكتة حطت لها الورقة كده، صار شكلها مرة مرتب حلوة. بس حكتب عليها اسمي دحين من ورق كده. عجبتني عيديات السنة دي كده، شايفين كيف ألوانها منعشة مرة حلوة. بس يعني فكرة حلوة لولادة لأي حاجة، هنا تكتبوا عليها اسم البيبي يعني زي كده. والشرايط تخيلوا على القد بالضبط، على قد العلبة 9. الحمد لله يعني أنا شفتها 3 شرايط قلت حتكفي، بس لا طبعا ما كفت. تعرفوا كيف لما يحط لكم اللفة صغيرة، بس لا خلاص حبيتها كتكوتة وكل حاجة. خلوني أوريكم الشكل النهائي. شوفوا كيف الأكياس خرمتها، حطيت لها هذه الورقة مرة حلوة شكلها كده، تحسه صار أنيق مرة مرة تجنن. حاجة بسيطة كده مرة غيرت في الكيس، خلته مرة حلو. كمان هذا الشكل الثاني، طاح. المهم مرة كتكوت خلاص كده خرمته الحمد لله. خلصت خلاص بكده، التوزيعات جاهزة. شوفوا كيف ألوانها تجنن، تحسوا حلويات. بصراحة مرة عجبتني دي الفكرة كده، يعني أكياس وخلاص. يعني أتوقع هذه أحلى فقرة كده، يعني أكون خلاص مخلصة كل التوزيعات وبس بتأمل جمالها. مرة حلوة ما شاء الله، يعني من جد
تجنن كده يعني، تحسوا شعور الإنجاز، خلصت حاجة مرة مهمة وإن شاء الله ينبسطوا فيها مرة. وخلاص بكده وصلنا لنهاية فلوق اليوم، آخر فلوق قبل عيد الفطر لدي السنة إن شاء الله. وكل عام وإنتوا أهلكم وأحبابكم بخير وصحة وسعادة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فلوق جديد. ما أعرف متى، حرفيا ما أعرف متى فلوق العيد حأصور ما حصور، ماني عارفة بصراحة، نشوف. أوكي وجوالي بيطنطن، خلاص يلا باي، شوفكم على خير. لا تنسوا اللايك، لا تنسوا الاشتراك في القناة إذا ما أنتم مشتركين، اكتبوا لي تعليقاتكم الحلوة بليز. يلا باي.